ازيكم؟ النهاردة في الفيديو هنعمل الامريكان باوند كيك او الباوند كيك الامريكاني بطعم البرتقال. الكيكة دي تعتبر احلى كيكة برتقال انا كلتها في حياتي. انا عندي جوزي ما كانش بيحب كيكة البرتقال، واول لما كل الكيكة دي بقى يطلبها مني. وبرضو اعرف حد تاني ما كانش بيحب كيكة البرتقال، ولما كلها يعني بقى يطلبها برضو. الكيكة دي فعلا جميلة جدا جدا من ناحية الطعم ومن ناحية القوام أو التكستشر بتاع الكيكة نفسه، طرية وحلوة ومسامها ضيقة وناعمة في نفس الوقت. أنا هقطع لكم حتة منها دلوقتي، ومعلش اعذروني الفيديو طويل شوية لان انا حبيت اقدم كل خطوة على قد ما اقدر بالتفصيل، لان انا عارفة ان في ناس كتيرة الكيك بالنسبة لها مش سهل وما بيظبطش معاها خالص. فاللي عارف ممكن جدا يعمل سكيبنج للخطوات اللي هو عارفها. شايفين منظر الكيكة حلو ازاي؟ مسامها ضيقة وناعمة وطرية في نفس الوقت. شايفين؟ شايفين منظرها حلو ازاي؟ وطبعا مش قادرة اقول لكم طعمها حلو قد ايه. تعالوا مع بعض نشوف الخطوات والمقادير. مقادير الباوند كيك الامريكاني، هنا انا معايا كوباية من الزبدة. الزبدة لازم تكون جامدة بس طرية كفاية ان احنا نعرف نضربها. مهم جدا النقطة دي. الزبدة من المفروض ما تبقاش سايحة قوي لانها بتفرق في قوام الكيكة. معايا هنا نص كوباية من السمنة. السمنة زي ما انتم شايفين جامدة. ممكن ان احنا نحط الكوباية ونص زبدة. انا ساعات كتير بعمل كده، بس نص كوباية السمنة بتفرق قوي في طعمها، بتخلي طعمها احلى. معايا هنا كوبايتين الا ربع من السكر. السكر برضو يفضل تكون حبيباته صغيرة، لان لما بيكون حبيباته صغيرة بيدوب اسرع في عجينة الكيك واحنا بنشتغل فيها. وانا هنا مستخدمة سكر الاسرة. ومعايا هنا 5 بيضات بدرجة حرارة الأوضة. مهم جدا ان البيت يبقى بدرجة حرارة الأوضة عشان قوام الكيكة يطلع مظبوط. وطبعا في الشتاء درجة حرارة الأوضة بتبقى برد، فبالتالي لازم يتحط في مية سخنة شوية عشان يرجع تاني يبقى دافي. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق. انا هنا الدقيق ده انا نخلاه. انا بستخدم دقيق 5 ستارز لجميع الاغراض. الدقيق ده حلو قوي لان الجلوتين اللي فيه، نسبة الجلوتين اللي فيه بتبقى قليلة، فبيبقى ناجح قوي في الكيك والبسكوت. لو ما عندناش ممكن جدا نستخدم اي دقيق مخصوص للكحك او للبسكوت. المواد السائلة، انا هنا معايا نص كوباية من اللبن ونص كوباية من اللبن الرايب. لو انا ما عنديش لبن رايب هحط النص الكوباية دي نصها زبادي والنص التاني لبن عادي، وممكن احط 3/4 زبادي والربع التاني او الباقي لبن، وحاطه فوق المواد السائلة فانيليا. ومعايا هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. برضو انا هنا معايا برتقانتين، بما اننا هنعمل الكيكة بطعم البرتقال انا هاخد القشر بتاع البرتقانتين. لما بناخد القشر بتاع البرتقال الكيكة بيبقى طعم البرتقال فيها واضح وبيبقى طعمها حلو جدا. برضو انا هنا معايا الكوباية اللي تقريبا موجودة في كل بيت. الكوباية دي في حجم الكوباية المعيارية اللي احنا بنشتغل بيها، فممكن ان احنا نستخدمها عشان نعاير بيها المكونات. ويلا نبتدي الوصفة. ودلوقتي انا جهزت بولة فاضية والهاند ميكسر بتاعي. النهاردة انا مش هستخدم العجانة، بلاش نستخدم العجانة لما نيجي نعمل الباوند كيك اللي هي الامريكاني بالذات، لان الباوند كيك الامريكاني من الكيكات الحساسة جدا. لو ضربناها بزيادة واحنا مش واخدين بالنا اللي هيحصل، هي بتبقى اسمها اوفر بيتنج. لو عملنا ده الكيكة القوام بتاعها بيختلف وبيبوظ، وبيبقى فيها كده زي شريط تحسوا ان الكيكة نية، وهي ما بتبقاش نية بس هي مجرد حصل لها اوفر بيتنج، ضربناها بزيادة. فيستحب ان احنا نستخدم الهاند ميكسر افضل عشان نتحكم في الضرب بتاعنا وما نضربش بزيادة. دلوقتي انا هحط الزبدة وهحط السمنة. دلوقتي انا هبتدي اشغل الهاند ميكسر. انا عندي على الميكسر هنا 5 سرعات. انا هستخدم سرعة رقم 2. مهم جدا ان احنا نستخدم سرعة وسط، وحتى ما تبقاش سرعة وسط تميل للعالي، لازم تبقى سرعة وسط واطية شوية عشان برضو زي ما قلتلكو ما نضربش بزيادة. دلوقتي انا هشغلها.
وهبتدي احط السكر كله وهضرب بس لمدة دقيقة، يعني يدوبك بس السكر يندمج مع الزبدة والسمنة وما نضربش اكتر من دقيقة. انا كده خلاص، انا تقريبا كده خدت 30 ثانية كمان مش دقيقة خالص، يعني يدوبك بصوا يدوبك السكر اندمج مع الزبدة والسمنة، انا مش عايزة اكتر من كده. دلوقتي انا هبتدي احط البيض بيضة بيضة وهضرب برضو على نفس السرعة اللي هي رقم 2 لحد لما البيضة تختفي، وبعدين هبتدي احط التانية وهفضل اعمل كده لحد لما الخمس بيضات يخلصوا. شايفين اول ما اختفت خلاص هبتدي احط البيضة التانية وهكمل لحد لما البيض يخلص. بصوا شايفين الخليط بقى عامل ازاي، والخليط ما فصلش، يعني الزبدة والسكر والبيض ما فصلوش، وده طبعا لان البيض بدرجة حرارة الأوضة ويميل للدافي حاجة بسيطة، وزائد ان احنا حطيناه واحدة واحدة وضربنا كويس. دلوقتي انا هبتدي احط الملح والبيكنج باودر وهضرب برضو على نفس السرعة. هو كده خلاص اندمج، مش هضرب اكتر من كده. دلوقتي هبتدي ابشر البرتقانتين. احنا ممكن نبشر البرتقان في مبشرة زي دي، بس انا بفضل ابشر البرتقان في مبشرة زي دي عشان انا ببقى عايزة البشر يبقى ناعم قوي، ودي بتخلي بشر البرتقان ناعم اكتر، وده اللي انا حباه، بس طبعا كل واحد زي ما يحب. انا هبتدي دلوقتي ابشر البرتقان. شايفين بشر البرتقان ناعم ازاي؟ انا بحس بصراحة ان ده بيخلي طعم البرتقان بيبقى اوضح في الكيكة، لان البشر تقريبا بيبقى مهروس خالص، فكل الزيوت اللي في القشرة بتطلع، وطبعا كل الزيوت اللي في القشرة هي دي اللي بتدي الطعم للبرتقان مش العصير بتاعه. واهم حاجة واحنا بنبشر زي ما انتوا شايفين، انا خدت بس الطبقة الاولانية ما دخلتش على الابيض، لان الابيض هو اللي بيبقى طعمه مر ومش هيدينا طعم حلو، هيدينا طعم مرارة، فهو الزيوت والطعم كله الفليفر كله جاي من القشرة البرتقاني اللي هي بتبقى اول حاجة في البرتقانة. ودلوقتي برضو على نفس السرعة انا هضرب، وكده خلاص انا هشيل الهاند ميكسر وابتدي استخدم السباتشول عشان ابتدي احط الدقيق والمواد السائلة. حاجة هنبتديها طبعا هو الدقيق، وهنقسم الدقيق على 3 مرات، وهنقسم المواد السائلة على مرتين، هنبتدي بالدقيق وهننتهي بالدقيق. دلوقتي انا هبتدي احط حبة او التلت الاولاني وهبتدي اقلب بالراحة. ليه انا بقلب بالراحة؟ عشان انا مش عايزة الجلوتين اللي في الدقيق يشتغل. كان حد سألني يعني ايه الجلوتين يشتغل. الجلوتين اللي في الدقيق اللي هو يعني زي بالبلدي كده ما بيقولوا العرق اللي في الدقيق، طبعا العرق اللي في الدقيق لو اشتغل يعني الكيكة بتبقى طعمها بيقولوا برضو بيسموها بتعيش، يعني بيبقى طعمها عامل زي العيش وبتبقى ناشفة وبتبقى طعمها وحش جدا، ما بتبقاش طعمها كيك خالص يعني. فعشان كده احنا لازم نقلب بالراحة عشان ما نشغلش الجلوتين اللي في الدقيق. دلوقتي خلاص احنا قلبنا، هنبتدي نحط نص كمية المواد السائلة كده اهو، وهبتدي برضو اقلب. طالما خلاص دخلنا الدقيق في العجينة لازم دايما نقلب بالراحة. ممكن نحط دلوقتي التلت التاني بتاع الدقيق، ابتدي احط بقية المواد السائلة كلها. وهحط باقي الدقيق. وده كده قوام الكيكة بعد ما حطينا كل المكونات.
برضو عايزة اوريكو القالب اللي احنا هنستخدمه. عادة الكلاسيك بتاع الامريكان باوند كيك ان هما بيحطوا الكيكة في بوندن بان زي دي. البان اللي زي دي او القالب اللي زي ده مهم جدا ان احنا ندهنه بزبدة او بسمنة، ولازم نرش دقيق. يعني في قوالب ساعات ممكن ندهن بس سمنة او زبدة ونحط الكيكة وبتطلع عادي. القوالب اللي زي دي بالذات لازم نرش دقيق، ودي حتة مهمة جدا، لان انا اول ما عملتها طبعا دهنتها زبدة بس او سمنة وحطيت الكيكة ما طلعتش، اتبهدلت جدا، فلازم نرش دقيق، دي حاجة مهمة جدا. طبعا انا مشغله الفرن من قبلها بربع ساعه على درجه حراره 160. برضو الحراره بتفرق جدا، الحراره لازم تكون واطيه مش 180 عشان الكيكه تستوي مظبوط وتطلع ويطلع النتيجه مظبوطه. دلوقتي انا هبتدي احط الكيكه. برضو عايزه اقول لكم اللبن، احنا من ضمن المواد السائله نص كوبايه لبن. انا ساعات بحط بدل اللبن بحط كريمه خفق للحلويات اللي هي الويبينج كريم، برضو بتدي طعم حلو قوي. ساعات يعني لما بنعوز نتوصى بحد، يعني لما بكون عايزه اعمل الكيكه لحد وعايزه اتوصى بيه، بحط مع اللبن الرايب بدل اللبن بحط ويبينج كريم، بتبقى طعمها احلى كمان والتكستشر بتاعها بيبقى ألذ. وده كده شكل القالب بعد ما حطينا الكيكه. انا طبعا سويت السطح بتاعها وضربت القالب كده على الترابيزه كذا مره جامد عشان اي هواء محبوس جوه في العجينه يطلع لفوق وميبقاش فيه هواء بين العجينه، يعني بين العجينه وبعض. دلوقتي انا هدخلها طبعا الفرن، وطبعا احنا مش هنفتح على الكيكه خالص اثناء ما هي بتتخبز عشان الكيكه ما تهبطش، واول لما تطلع هوريها لكم. وده كده شكل الكيكة بعد ما طلعت من الفرن، هي قعدت حوالي ساعة وربع. الكيكة اللي هي الباوند كيك بتقعد فترة طويلة، يعني هو الفترة دي اللي هي ساعة وربع ده عادي، ده طبيعي. دلوقتي انا هقلبها على الشبكة بالمنظر ده، شفتوا اتقلبت بسهولة ازاي. انا هسيبها تبرد دلوقتي وبعد كده نحط لها الايسنج من فوق. ولحد لما تبرد الكيكة انا هبتدي دلوقتي اعمل الايسنج. انا هعمل الايسنج من الشوكولاتة البيضة، بحس انه احلى كتير من الايسنج اللي بتعمل من السكر بالنسبة لي يعني. فانا دلوقتي معايا تقريبا تلتين كوباية من الشوكولاتة البيضة اللي هي الشوكولات وايت شوكولات شيبس اللي هي بالمنظر ده، هحطها وهسخنها في المايكرويف لمدة 30 ثانية، في 30 لحد، وهفضل اقلبها مع كل 30 ثانية لحد لما تسيح خالص. ودلوقتي خلاص الشوكولاتة تقريبا بتسيح، مش لازم يعني كله يسيح، هو الباقي بيسيح مع الحرارة. هي اخدت تقريبا دقيقة و15 ثانية في المايكرويف. نخلي بالنا ما نسخنش الشوكولاتة جامد عشان ما تتحرقش. هي تقريبا كده خلاص دابت كلها. انا معايا هنا ربع كوباية من اللبن، لبن عادي ساقع من التلاجة. طبعا هو الشوكولات جناش بيتعمل بالكريمة وله مقادير معينة، بس ده يعني مجرد ايسنج هيتحط على الكيكة، فانا مش محتاجة قوي امشي بالمقادير ومش محتاجة ان انا احط يعني كريمة قوي. فانا هحط كده حبة وهقلب وهقول لكم امتى او ايه القوام بالظبط اللي انا عايزاه. الشوكولاتة عادي طبيعي في الاول، اول ما بنحط لها السوائل بتجمد كده وتقفش بالمنظر ده، ده عادي وده طبيعي جدا. لما هنزود السوائل تاني هترجع تفك تاني، يعني دي حاجة طبيعية. انا بالنسبة لي كده خلاص، انا مش محتاجة اكتر من كده، يعني هي بالنسبة لي اول ما تفك بعد ما تقفش كده خلاص بوقف السوائل عشان تبقى تقيلة وحلوة. يعني ده كده خلاص، ده كده القوام اللي انا عايزاه. ودلوقتي خلاص الكيكة بردت والكونسيستنسي او قوام الوايت شوكولات جناش بقى حلو، يعني هو ده القوام اللي انا عايزاه. وهبتدي ان انا احط بحيث انه ينزل كده،
شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ مش قادرة اقولكو طعمها حلو قد ايه. دي احلى كيكة برتقال انا كلتها في حياتي، واحلى كيكة بصفة عامة يعني، تتاكل مع الشاي ممكن الواحد ياكلها. بجد حلوة جدا، وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم قوي. هتلاقوا دايما وصفاتي مكتوبة تحت كل فيديو في صندوق الوصف، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي، مع السلامة.